إيران السبب الرئيسي في التحديات التي تواجهها المنطقة بنشرها الخراب والدمار عبر أذرعها وميليشياتها الإرهابية. لبنان باتت أسيرة لسياسات حزب الله الطائفية الذي أقحمها في خدمة مخططات الهيمنة الإيرانية. وفي الشام احتل الحرس الثوري الأراضي السورية وشاركت إيران في تدمير ونهب المدن السنية العراقية بمزاعم محاربة داعش، وساهم قاسم سليماني في ضم ميليشيا الحشد المدعوم إيرانيا، وبدعم لوجستي غير مسبوق لميليشيات الحوثية أصبح اليمن السعيد أرضاً خصبة لإرهاب الملالي واستهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية ولتوسيع مشروعها المتطرف دعمت جبهة البوليساريو لتهديد أمن المغرب. مخططات الملالي وتوجهاته الخبيثة أينعت وحان وقت قطافها.